السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حصة تاريخ. النهاردة إن شاء الله نكون معاكم في فصل جديد من فصول التاريخ. هنكون معاكم في اليوم اللي اليابان قالت فيه للأجانب لا. رحاب التاريخ هنكون معاكم النهاردة لليابان، اليوم اللي قالت فيه اليابان لا للأجانب على أرضها، لحد ما حضر على شواطئها الأسطول الأمريكي واللي أجبرها إن هي تقول نعم، وده كان سنة 1854. لكن بعد كده اتضح إن لما اليابان قالت نعم للدخول الأجنبي ده كان بشكل مؤقت وكانت مضطرة لكده. لكن بعد كده أيام ورجعت اليابان عشان تقول لا للأجانب على أرضها، مش بس في أرضها، ده في آسيا بالكامل. اتحرك جيشها عشان يحتل كوريا ويعلن الحرب على روسيا وينتصر عليها، ويعلن كمان الحرب على الصين ويجبرها ان هي تتنازل عن عدة جزر واللي كان من بينها تايوان. كل ده كان قبل الحرب العالمية الاولى، عن طريق احتلال دول جنوب شرق آسيا. قامت اليابان بغزو واحتلال الصين وسنغافورة والفلبين وماليزيا وعشرات من الجزر. كل ده كان في خضم الصراعات اللي كانت موجودة في الحرب العالمية الثانية. لكن اليابان رجعت تاني وقالت نعم بعد ما تم قصفها بالقنابل النووية وتم هزيمتها واحتلالها. لكن اليابان رجعت تاني وقالت لا للأجانب، المرة دي كان عن طريق الاقتصاد والتطور الصناعي والتنمية، مش عن طريق الحرب. تاريخ اليابان تاريخ بيختصر الزمن في كل حاجة. قدرت إنها تتحول من دولة إقطاعية لدولة صناعية متطورة في عدة سنوات. كانت مرحلة حكم الميجي اللي امتدت من سنة 1868 لسنة 1912، أو نقدر نقول كده الحكومة المستنيرة حسب رأي أهل اليابان، دي كانت مرحلة التطور الصناعي والاقتصادي في تاريخ اليابان. اتحولت اليابان خلال الفترة دي من دولة منغلقة منعزلة داخل حدودها ما كانتش بتتعامل مع الأجانب، لدولة بتهاجم وبتحتل دول تانية، وكانت بتواصل مشوارها وحركة قوتها في دول آسيا تحت عنوان تحرير آسيا من النفوذ الأجنبي. دي روايات وأحداث تاريخية بتختصر معانا الزمن. اليابان ما كانتش تعرف حاجة عن العالم الخارجي. قصص التاريخ بتروي لينا إن هي كانت دولة منعزلة، نقدر تقول عليها كده كانت الأشد عزلة عن العالم. كانت الجزر اليابانية ليها الكوكب الخاص بيها داخل كوكب الأرض، كانت بترفض حتى التجارة مع الدول التانية، وما بدأتش إن هي تاخد سلع من الخارج إلا تحت تهديد الحرب، أو بالأدق كده لما اليابان أيقنت إن هي لا قبل لها بالحرب. العالم كان بيتغير وبيتطور من حواليها وهي كانت واقفة مكانها. اتحولت الدول التانية أو اللي حواليها لدول صناعية، وبدأت إن هي توسع نفوذها في آسيا وبتدور على أسواق جديدة. السفن الأجنبية ظهرت في المياه المحيطة باليابان، وكان أحياناً السفن دي بترسو على شواطئ اليابان بهدف إن هي تعمل تأسيس روابط تجارية بينها وبين اليابان. لكن اليابان كانت بترفض كل طلبات فتح أبوابها للتجارة، وكانت بتقول لا للأجانب أو لكل ما هو أجنبي، لحد ما جه بقى الأجانب تم طرق أبواب اليابان بالقوة المسلحة. ما حصلش تغيير في موقف اليابان من التجارة إلا بعد ما تم تهديد الأسطول الأمريكي ليها بالحرب،
وده كان سنة 1853 لما وصل العميد في البحرية الأمريكية ماثيو بيري، وكان قائد لأسطول شرق الهند. حضر بأسطول السفن السوداء، ده كان حسب وصف أهل اليابان وقتها، وبيطلب تحت تهديد السلاح فتح حدود البلاد قدام التجارة مع الأجانب. اليابان ما كانش عندها فرصة إنها تختار، لأنها في الوقت ده ما كانتش أصلاً بتمتلك جيش متطور وقوي. قادة اليابان وافقوا على فتح أسواق اليابان أو البلاد قدام الاستيراد، وبعد عام من تهديد الأسطول الأمريكي ليها وقعت معاهدة كانت وقتها بتسمى بمعاهدة الصداقة والتجارة بين اليابان والولايات المتحدة، وده كان سنة 1854. وبموجب المعاهدة دي تم فتح مواني اليابان قدام السفن الأمريكية، وبعد فترة بسيطة جداً وقعت اليابان اتفاقيات مماثلة ليها مع بريطانيا وروسيا وهولندا. لكن المعاهدات دي ما كانتش متكافئة، خاصة اللي تم توقيعها مع الولايات المتحدة، لأن شروطها، شروط المعاهدة دي، كانت لمصلحة الدول الغربية. ده نفس اللي كان بيحصل مع كل دول العالم خلال المرحلة التاريخية دي، المعاهدات اللي تم الاتفاق عليها دي. المعاهدة دي أجبرت عليها اليابان عشان تتفادى الحرب. المعاهدة كانت بتتضمن بنود بتمنح الولايات المتحدة وضعية الدولة الأكثر تفضيلاً وتحديد الرسوم الجمركية لمصلحة الاستيراد من أمريكا، وده اللي كان بيقلل أسعار السلع الأمريكية في السوق الياباني على حساب الإنتاج الصيني. ووفق الروايات اليابانية المعاهدة دي انتقصت من سيادتهم على أرضهم، لأنها كانت بتنص على مبدأ الاختصاص القضائي على محاكمة الأجانب اللي بيرتكبوا جرائم على أرض اليابان، ويكون محاسبتهم قدام المحاكم القنصلية لبلادهم مش قدام المحاكم اليابانية. كانت النصوص دي معتمدة في تعامل الدول الغربية دايما كان بيعتمدوها في تعاملهم مع الدول اللي أضعف منهم قوة، وكانت بتوفر الحماية للمواطنين بتوعهم. يعني اللي يرتكب جرائم منهم كان بيكون في نظامين قضائيين في البلد الواحدة، وده كان بيوفر فرصة للإفلات من العقاب. النصوص دي نفسها تم فرضها على الدول العربية والإسلامية من بريطانيا وغيرها من الدول الاستعمارية خلال الفترة دي من التاريخ. اليابان ما كانتش قادرة إن هي ترفض المعاهدات دي أو تغيرها، واضطرت إن هي توقع على المعاهدات دي بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وده اللي كان زود من تعبئة الرأي العام في البلاد في اليابان ضد الأجانب. واللي زود تعبئة الرأي العام بشكل أكبر إن كان نقص المعروض من السلع المحلية، كان في نقص في السلع المحلية مع ارتفاع أسعارها، وكان في تدفق في السلع الأجنبية كانت بتيجي من الخارج وكان أسعارها أرخص أو أقل، وطبعا ده كان بيضر باقتصاد البلد. اتحول الاضطراب اللي كان نجم عن فتح البلاد لحالة كراهية ضد الأجانب. الأمر وصل إن قاد الإمبراطور الياباني بنفسه حملة لكراهية الأجانب،
وتشكلت حركة تحت عنوان احترام الإمبراطور وطرد الأجانب، وتحول الصراع حوالين كراهية الأجانب من جهة والانفتاح عليهم في التجارة من جهة تانية لصراع داخلي عنيف داخل اليابان. الأمر انتهى لتشكيل منظومة فكرية في المجتمع وكان شعارها الحيلولة دون تحول اليابان إلى دولة مستعمرة. وطبعا نظرا للعجز عن مواجهة قوة الأجانب عسكريا كان لازم تحويل اليابان لدولة حديثة على وجه السرعة. فطبعا هنا اليابان ما كانتش أو ما كانش عندها القوة العسكرية اللي تقدر إن هي تقابل بيها الدول المستعمرة. طيب إزاي اتحولت اليابان لدولة حديثة؟ بداية نهضتها كانت منين؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم بعد الفاصل، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم، رجعنا تاني لسه مكملين معاكم النهارده حلقتنا في حصه تاريخ. كنا بنتكلم معاكم النهارده عن اليوم اللي قالت فيه اليابان للاجانب لا، لا للتدخل الاجنبي، لكن اتضح بعد كده ان هي قالت نعم وكان عندها بعض الاسباب اللي ذكرناها، ورجعت تاني قالت لا للتدخل الاجنبي. شفنا التدخل العسكري القوي الامريكي في اليابان عشان يجبروها ان هي تقول نعم للتدخل الاجنبي، شفنا الاتفاقيات والمعاهدات اللي تم التوقيع عليها واللي كانت ظالمه بالنسبه لليابان. اليابان بعد ما بان عجزها وان هي مش قادره ان هي تقاوم الدول دي او تلغي الاتفاقيات الظالمه دي لان هي ما كانتش بتملك قوه عسكريه تقدر ان هي تضاهي الدول دي، فكان لابد من تحويل اليابان لدوله حديثه. من هنا بقى بدأت نهضة اليابان. في عدة سنوات اتحولت اليابان من دولة شبه معزولة مهددة بالاستعمار الأجنبي لدولة قادرة على هزيمة الجيوش التانية وتحتل كمان دول تانية في آسيا تحت عنوان طرد الأجانب. كان ده في فترة حكم الإمبراطور موتسوهيتو اللي كان معروف بميجي تينو اللي حكم اليابان لحد عام 1912. كانت بداية التاريخ المعاصر لليابان وبداية نهضة اليابان. خلالها اتنقلت اليابان لدولة صناعية ووصلت إن هي بنت جيش كان فعلا قادر على الحرب مع الصين سنة 1894 ومع روسيا في سنة 1904، وكان قادر على احتلال وضم شبه الجزيرة الكورية. وكان طموح المرحلة دي ان هم يحولوا اليابان لقوة عسكرية واقتصادية دولية. عايزك تركز معايا في المرحلة اللي انا بحكيها دي في تحويل دولة كاملة والنهضة اللي عملوها، وتعال نشوف كده يمكن نستفاد منهم. يعني قدروا انهم يحولوا اليابان لقوة عسكرية واقتصادية دولية عشان تكون ند قوي للقوى الغربية. حددوا اهدافهم في بناء المؤسسات العصرية وصناعة متقدمة وجيش حديث، وفعلا وصلوا انهم عدلوا كل الاتفاقيات الظالمة اللي وقعوا عليها خلال مرحلة الضعف. وهنا بقى كانت المفارقة التاريخية، لأن ما كانش ممكن إن هم يحققوا الأهداف دي من غير ما يكون في انفتاح واستعانة أصلا بالأجانب وتحديدا بالدول اللي كانت بتستهدف اليابان طردها من بلادها ويعدلوا الاتفاقيات الظالمة معاها. مش بس كده، ده كمان طردهم من آسيا. عملية الإصلاح كانت كبيرة جدا وسريعة. كانت البداية
ان هم بداوا يطلعوا على تجربه التطور اللي كان موجود في الولايات المتحده واوروبا. راحت بعثه من كبار مستشاري الامبراطور عشان يزوروا الدول الغربيه، شافوا المؤسسات، اطلعوا على التطور التكنولوجي اللي كان موجود، وطلبوا خبراء من الدول دي. احنا ماشيين حالا في التسلسل لنهوض دولة اليابان، ركز بقى معايا. جابوا خبراء من بريطانيا عشان يحدثوا القوة البحرية اليابانية، جابوا خبراء من فرنسا عشان يحدثوا القوة البرية اليابانية، جابوا خبراء من ألمانيا عشان يحطوا لهم أسس جديدة للتعليم في اليابان. لكن السلطات اليابانية كان لها أهداف واضحة ومخاوف عندهم من الخبراء الأجانب، كان الهدف الاستفادة منهم، وكان مرفوض إن الخبراء دول يكون ليهم سلطات أو سياسات، وكان في قواعد صارمة اليابان كانت عاملاها للتعامل مع الأجانب دول. الخبراء كانوا بيشتغلوا لكن من غير ما حد فيهم يتولى أي منصب، وتم وضعهم تحت رقابة صارمة. حكومة نهضة ميجي خدت قرار موازي وكان ليها تأثير حاسم بعد عدة سنوات. أرسلت اليابان بعثات من طلابها للدول الغربية عشان يتلقوا العلم والخبرة، وبعد ما رجعوا محملين بالخبرات والعلوم قررت الحكومة اليابانية وقف استقدام الخبراء الأجانب سنة 1890. خلاص مش عايزين أجانب، مش عايزين خبراء، احنا اتعلمنا. شوف التسلسل في الأحداث، التطور ماشي ازاي. وده بعدها بأربع سنوات كانت اليابان بدأت تجربتها اليابانية الخالصة، وبدأت في ترتيب أوضاعها في الإقليم، وبدأت مرحلة جديدة من تاريخها. اليابان شنت حرب على الصين، انتهت لتوقيع معاهدة ضمت تايوان وجزر تانية لليابان، وشنت حرب تانية باتجاه روسيا سنة 1904، وتمكنت من تحقيق الانتصار عليها وسيطرت على منشوريا وطاردت الوجود الروسي منها كمان. اتحركت القوات اليابانية وسيطرت على كوريا. خلي بالك انا بحكي لك كل الحروب دي بعد ما كانت دولة ضعيفة ما عندهاش اصلا اي جيش ولا عندها قوة، كانت مستسلمة جدا. شوف كمية التحرك العسكري اللي بدأ يحصل عندها. طبعا ده كان في توجه للحرب العالمية الثانية. عاشت اليابان مرحلة نهضة كبيرة وبقى لها القوة الأولى في الإقليم بتاعها، بعد ما قطعت شوط كبير جدا في تطوير صناعتها العسكرية والمدنية، ورفعت شعار تخليص الشعوب الأسيوية من سيطرة واحتلال الدول الغربية. طورت وضعها الدولي لدرجة إن هي دخلت في الحرب العالمية الثانية كطرف حليف لألمانيا وإيطاليا في مواجهة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وفرنسا، لحد ما حضر قائد الأسطول الأمريكي عشان يترك أبواب اليابان بالقوة. يعني اللحظة اللي حضر فيها قائد الأسطول الأمريكي عشان يترك أبواب اليابان بالقوة دي كانت اللحظة اللي أيقظت اليابان. يعني هو كان جاي بغرض إن هو يفتح أبواب اليابان قدام التجارة، لكن دي كانت اللحظة اللي أيقظت اليابان من غير ما يقصد، كانت فتح الباب لنهوض اليابان وتحويلها لقوة منافسة. دار الزمن عشان تتحول اليابان للهجوم، والمرة دي كانت على الولايات المتحدة نفسها في بيرل هاربر سنة 1941. طبعا احنا اتكلمنا عن احداث بيرل هاربر في حلقة فاتت، لكن اليابان
رجعت وقالت مرة تانية نعم، وبقت دولة محتلة بعد الحرب العالمية الثانية. ودي قصة اختصرت فيها اليابان الزمن للمرة الثانية. قبل اندلاع الحرب العالمية قامت القوات اليابانية بغزو الصين للمرة الثانية، وده اللي خلى الدول الكبرى في العالم بقيادة الولايات المتحدة ان هي تفرض مقاطعة اقتصادية عليها، على اليابان. فقررت اليابان هنا الهجوم على بيرل هاربر عشان تعلن الولايات المتحدة الحرب على اليابان. القوات اليابانية وصلت هجومها واحتلالها لدول جنوب آسيا بالتزامن مع هجوم بيرل هاربر، واحتلت ماليزيا واندونيسيا والفلبين. توسعت أكتر وكان عندها القدرة فعلا لكده، وهزم حلفائها الألمان والطليان اللي شكلت معاهم ما وصف بدول المحور. الولايات المتحدة واستراليا ودول من التحالف اتولوا إخراج اليابان من الدول اللي هي احتلتها، وده كان في منتصف عام 1942. اتقلب اتجاه الحركة وبقى الهجوم أو اليابان بقت في وضع دفاع مش هجوم. قامت القوات الأمريكية بقيادة الجنرال دوغلاس ماكارثر بالهجوم على القوات اليابانية، واستعادوا غينيا الجديدة وجزر سليمان وبريطانيا الجديدة وأيرلندا الجديدة والفلبين، واستمرت الضغوط على اليابان بهجوم الولايات المتحدة على السفن التجارية اليابانية وحرمان اليابان من المواد الأولية اللازمة للمجهود الحربي. اشتدت الضغوط العسكرية على اليابان بعد ما احتلت القوات الأمريكية الجزر اللي كانت لليابان، واستولى الحلفاء على بعض الجزر أيضا اليابانية، وده اللي خلى اليابان في مرمى الطائرات وسفن التحالف. الاتحاد السوفيتي أعلن الحرب على اليابان في بداية 1945. قواته فعلا هجمت منشوريا واستعادتها مرة تانية من اليابان، وكان القرار السوفيتي ده بمثابة الثأر للحرب اللي تلقتها القوات الروسية سنة 1905. وكان في محاولة من الاتحاد السوفيتي عشان يدخلوا على خط تقسيم اليابان اللي كان اشتهر النقاش فيه خلال المرحلة دي من التاريخ. لكن الضربة الفعلا اللي كانت حاسمة للحرب جات في أغسطس سنة 1945 بعد ما قصفت الولايات المتحدة اليابان بالأسلحة النووية. استسلمت اليابان لقوات الاحتلال الأمريكي في 14 أغسطس عام 1945، وأعلن الإمبراطور استسلام اليابان الغير مشروط على المذياع، وده كان أول مرة يسمع فيها الشعب الياباني صوت الإمبراطور بتاعه. في نفس اليوم قام الرئيس الأمريكي هاري ترومان بتعيين الجنرال دوغلاس ماكارثر كقائد أعلى لقوات التحالف عشان يشرف على احتلال اليابان. لكن اليابان نهضت مرة تانية وقالت لا، هذه المرة عبر تطورها المدني، تطور المدني والصناعة مش عن طريق الأسلحة. سجلت اليابان معجزة اقتصادية وحازت حزوها كوريا الجنوبية والصين. ولكن هناك من يتساءل الآن، هل ستقول اليابان لا مجدداً عبر قوتها العسكرية؟ سؤال مطروح في وقتنا الراهن. النهاردة وإحنا بنتكلم عن التجربة اليابانية والحضارة والنهضة اللي قامت بيها بعد الضعف اللي كانت عايشة فيه وبعد الانعزال اللي كانت فيه، ولما بدأت إن هي تطور نفسها شفنا المراحل التطور اللي بدأت فيها
بإرسال بعثات واستخدام أجانب أو خبراء عشان يطوروا المؤسسات اللي موجودة في اليابان. لكن خلي بالك هنا من التحولات اللي كانت في الموقف الدولي. نعم لا نعم لا، وده بيكون على حسب الوضع الحالي للبلاد والضغط اللي بيبقى موجود، على حسب القوة العسكرية اللي موجودة، على حسب القوة الاقتصادية، القوة العسكرية، بيبدأ يتاخد القرارات. حتى المعاهدات والاتفاقيات، مش لازم كل المعاهدات أو الاتفاقيات يتاخد بيها، لأنها فعلا أحيانا بتبقى تحت ضغط، بتبقى مرحلة وقتية أولية مش أكتر. لكن المغزى إن احنا شفنا هنا التحول الياباني ونهضة اليابان، لعل وعسى دي تكون إشارة فعلا لباقي الدول، خاصة الدول العربية، لقيام نهضة جديدة صناعية استراتيجية عسكرية، ويكون لنا بإذن الله الريادة والزيادة دائما في العالم. النهاردة كلمنا معاكم موضوع مهم جدا، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا في فصل التاريخ. شوفكم المرة الجاية إن شاء الله فصل جديد من فصول التاريخ. إلى أن يأتي هذا الموعد، في أمان الله.